نوح لم يمنعهما من الاحتفال بعيد الأضحى ولو بالحد الأدنى، كحال زينب ومناهل. خير حبيبي، رعد عليك وعليك بالصحة بالعافية إن شاء الله. عليك يا رب، كن بعيس يا رب. زينب ومناهل فرقتهما الحرب عن الأقارب والأحباب وجمعتهما معاناة النزوح، ومن جيران في نفس المكان تحولتا إلى أقرب المقربين. فكيف كان صباح العيد؟ لك عم نعيد بغصة بحرقة، أول شيء مش ببيوتنا، متعودين نهار العيد نطلع على الجبين نقرأ الفواتح، نروح عند العيال نقعد مع بعضنا البعض، نلتمع الترويقة على الغداء على العشاء. بيتك انت، برد بيتك، هذا برد ضيعتك، هذا شيء كثير صعب. بس هذا الشيء قديش عوضوا هذا الجو اللي عم نعيشه؟ يعني اليوم عم نشوفكم عم بتعيدوا سوا، تعودتوا على بعض؟ تعودنا على بعض، ما عادش فينا نقعد بلا بعض. قالوا بالنسبه لحال بيقعد الزلم لحال، بنشرب قهوه طبعا بنقوم نتروق، وبعد الترويقه اذا بده حدا يظهر بيظهر، بدوش حدا يظهر عم نلتم مع بعضنا البعض وبنكفي نهار العيد هيك. قبل كنت اطلع على العيد مثلا، اطلع على الجبانه من الصبح زور قبر جوزي، قبر امي، قبر بيي، برجع بنزل عند اخواتي، برجع بنزل على البيت بعيد انا واولادي، بيجوا كلهم لعندي بنعيد مع بعضنا. هلا لا، هلا يعني انه بعيدي اول شيء انت هون، مثلا مثل ما قالت زينب انه هون كلنا بنقعد مع بعضنا، في الصبح بنعمل صبحيه بنطلع على بعضنا، اذا وحده ما كانت موجوده بنعيط لها وينها بنفقد ايه، ومنعيد بعضنا، بيجوا هالولاد نعيد نحن وياهم، بيجوا بيروح نرجع نقعد مع بعضنا. يعني اكثر الاوقات عم ضلنا قاعدين مع بعضنا، قليل ما بنظهر، يعني صرنا عيله. ايه صرنا عيله هون فعلا، التعاون متعاون مع بعضنا. مثلا انا امبارح بنتي خطبت، قاموا كلهم اليوم كلهم اجوا فاتوا هندوله وبركوله، في عرس صار عندنا هون بالاوتيل كمان، نزلوا كلهم عملوا له زفه فاجئوا للعريس خوت. نحن حضرنا الرز وحضرنا الورد بالجطات وحضرنا السبيكر وحضرنا الأغاني، طلعوا وبمجرد ما فاتوا على البيت دورنا بلشنا نقويها وقويها ونحط عليهم الرز. عندك عالم، عندك تفكرون إنه مقربين لألك بهالأزمة هيدي، اتضح أنه لا أنا كنت غلطاني بحقه، ما كانوا مقربين، هلأ اكتشفتوا حقيقتهم. مع شرط الناس اللي بيكونوا قرب منك، اكيد بيكونوا قرب منك، لا في فرق بين هون وبين هون. يعني هلا كيف لما جيتي هي دقت لنا، نحن هيك للصبحين بندقدق على بعض وبعض يلا ظهروا، طلعوا لبرا يلا ظهروا. عودني ايه اخواتي بعاد، عودوني جيراني، اخواتي بتطمن عنهم كيفهم كيف صحتكم ان شاء الله بخير وعادي. اول ما عيدتي مين عيدتي؟ اول ما عيدت بعيد مناهل. وانت كمان عيدتي نفس الشيء؟ ايه لانه تقريبا انا وياه في نفس الترم، نفس الترم 6 وربع انا وياه في 6 وربع. اول وحده بدي اعيدها بعيد مني شيء اكيد. هذا بدنا نطلع والله ايه مصابنا يقبل علينا. الازمه هيك جمعتنا وعودتنا علمتنا انه نكون ايد وحده ونكون قوية، ما في شيء بيهزمنا. وترقب للعوده معا الى الديار. اكيد وراكب زمن طويل. تتشاركان في تفاصيل بعضهما البعض، وباتت كل من زينب ومناهل مثال يضرب ويقاس في محبتهما لبعضهما، وكما يقال العيد باللمة والمحبة.